السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة جديدة هنعمل فيها الرغوة الجميلة بتاعة الكابتشينو. هنعملها بثلاث مكونات وهنخزنها في الفريزر لأي وقت تطلعي منه تغلي اللبن وتحطي على طول، ما بتاخدش منك أي وقت ولا أي مجهود. انا معايا مقدار اللي هي القهوة سارات الذوبان او النسكافيه، كوباية عليها كوباية سكر عليها كوباية الا ربع من المية. يبقى كده المقدار كوباية نسكافيه وكوباية سكر، كوباية الا ربع من المية او نص كوباية زي ما انت عايزة. انا هنا حطيت كوباية الا ربع. هقلبها بقى بالمضرب كده الاول من غير ما اشغل المضرب، وبعد كده هشغل بقى المضرب زي ما انتوا شايفين كده، وهتتابعوا معايا هتشوفوا المرحلة ازاي بتتطور في اللون والسمك. يعني اللون بيفتح والسمك طبعا بيبقى معايا تقيل عن الاول، او عمال اللون اهو والسمك بيتقل معايا، وانت بتضربي بالمضرب انت نفسك بتحسي بان القوام بيتقل معاكي جدا. طريقة سهلة وبسيطة وبنشربها برة غالية جدا. نعملها في البيت ونحطها في الفريزر، نطلع منها على طول ونغلي اللبن او نسخن اللبن ونصبها على طول في المج ونشرب احلى مشروب كابتشينو. او زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كل ما بتضربي كل ما بتتقل معاكي. يفضل المضرب الكهرباء لان لو مضرب سلك برضو هياخد منك مجهود. اهو انا حاولت ان انا ما اشيلش حاجه من الفيديو علشان تشوف المراحل بتاعتها. اهو معانا بقى عامل ازاي زي الكريم شانتيه بالظبط كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كده كفايه جدا اهو. وهوريه لكم برده بالمعلقه عشان تعرفوا السمك بتاعه عامل ازاي. هشيل كده المضرب وارجع لكم. هنا خلاص كده خلصت معانا. بصوا بقى يعني الكوبايه الصغيره بتاعه النسكافيه والسكر وكوباية الا ربع من المية عملت معايا الكم الكبير ده. وزي ما انتوا شفتوها دلوقتي في المعلقة ما شاء الله ما بتقعش من المعلقة، دليل ان هي فعلا السمك بتاعها حلو جدا. بجيب بقى المج بتاعي وبكون مسخنة اللبن، بحط كده معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة من الرغوة اللي احنا عملناها، وبنزل بقى باللبن السخن بتاعي كده، وهدوب فيه الرغوة اللي احنا حطيناها دي. هو طبعا لو المج شفاف بيبين لك الحجم بتاع الرغوة، واخد حوالي مثلا ربع او قرب على نص المج اصلا. انا هدوب بقى كده، بتدوبيها في اللبن السخن كده ما شاء الله ريحتها فظيعة. هتدوبي كل ما بتدوبي كده في اللبن كل ما بتعمل الرغوة معاكي اكتر. اهي ما شاء الله سعرها غالي جدا بره، وبتعمليها في البيت وموفره ليكي لو جالك ضيوف على في اي وقت. بتقومي بتاخدي من الفريزر ويا دوبك بس بتسخني اللبن فقط لا غير. بصوا بقى الرغوه عامله ازاي ما شاء الله جميله. حاولي بقى تدوبي كويس كده تمام. هتكملي بقى اللبن. وكمان في هنا ملحوظه، لما تيجي تحطي اللبن في الاول يعني ما تمليش المج عشان لما تيجي تحطي الرغوه ما تبقاش اكتر من المج. بعد كده بقى زودي اللبن زي ما انت عايزة في المج بتاعك كده. هحط بقى كده حوالي معلقة كده صغيرة فوق الوش كده، طعمها بيبقى تحفة ما شاء الله جميلة جميلة اهو. وبحط عليها شوية نسكافيه فوق الوش كده بس كده عشان الديكوريشن بتاعك، بشيل اي زوايد كده. وهتشوفوا دلوقتي الكم اللي فاضل عندي اللي انا هحطه في علبة محكمة الغلق. لازم تكون محكمة الغلق لانك هتشيليها في الفريزر فما تلقطش اي ريحة من الفريزر، فلازم تكون بتتقفل كويس جدا تمام. تمام هنجيب بقى دلوقتي كده الكمية اللي عندنا، هنشيل كده المج على جنب شوية وهنزل بقى بالكم اللي عندي كده. ادي العلبة وهتشوفوا بقى الكم قد ايه ما شاء الله، من كوبايه صغيره من النسكافيه او قهوه سريعه الذوبان عملت معانا كم قد ايه. طبعا السكر ده ليكي حريه الاختيار تزودي تنقصي،
ما فيهاش مشكلة. انا حطيت لكل كوباية نسكافيه او القهوة سريعة الذوبان كوباية من السكر، حابة بقى تزودي زي ما انت عايزة، بس هو كده بيطلع طعمه في منتهى الجمال، مظبوط جدا. بص ما شاء الله متماسكة ولسه ما دخلتش الفريزر كمان. هنزل كده بالكمية اللي عندي اهي، متماسكة جدا اهي، لدرجة ان هي بتنزل اصلا من المعلقة بالعافية كده. كم طبعا مش قليل، كم حلو جدا. وكل ما بيخلص معاكي الكمية اللي عندك في الفريزر برضو بتعملي نفس المكون، ولو انت حابة تضعفي المقدار براحتك، يعني حسب الكمية اللي انت عايزة تعملي. لو عايزة كمية كبيرة طبعا هتضعفيها مرة او اتنين او تلاتة، وتضربيها مرة واحدة وتشيليها في الفريزر، بتقعد معاكي فترة في الفريزر. كده خلصنا خلاص المقدار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده حلو قوي ما شاء الله. وانتوا شايفين شفتوا المراحل بتاعته وانا بعمله بالمضرب الكهرباء خطوة بخطوة. كده معانا المج الجميل بتاع الكابتشينو، تشربيه في اي وقت، مش هتقولي بقى لسه هقوم اضرب واعمل، لا ده هي جاهزة على طول، معلقة تتحط على طول في المج مع اللبن السخن، واحلى كابتشينو تشربيه. انا كده حطيت طبعا من القهوة اللي هي سريعة الذوبان او النسكافيه اللي انتوا شايفينه ده، حطيت منه على الوش كده، والعلبة هسويها عشان اقفلها كويس وادخلها الفريزر. شكله جميل جدا ما شاء الله، والريحة مش قادرة اقول لكم كانت طالعة عاملة ازاي، حلوة جدا اهي. هنساوي بقى دلوقتي المقدار اللي عندنا ده، ما شاء الله كم كبير مش قليل. هسويه بقى كده وهغطيه بالغطا بتاعه، اللي هو طبعا لازم تكون العلبة زي ما قلنا محكمة الغلق عشان ما تاخدش اي ريحة من الفريزر اهو، زي ما انتوا شايفين كده. جربوها ان شاء الله هتعملوها على طول والله فعلا، لانها موفرة للوقت والمجهود، بتضربيها هي مرة واحدة بس بالمضرب وخلصنا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش سبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بوصفاتي الجديدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.